اسمه ريم قاسم. لاحظت عندي وقت هواية بالبيت انه قلت ليش ما استثمره، همين اسوي شيء مفيد واني بالبيت وبنفس الوقت احسن من معيشتي واساعد زوجي. مشروعي هو يخص الصابون، حبيت افيد الناس انه مواد آمنة ما بها اي مواد كيميائية، لانه انا اشتغلها من مواد بسيطة وهي اغلبها زيوت. قبل لا ادخل بالمشروع سويت دراسة جدوى، بعدين بديت ادخل دورات عند ناس اكاديميين، وبديت ادخل دورات هم من وزارة الصحة، واستنادا على الملازم وعلى اليوتيوب بديت انا اصنع الصابون والمنتجات اللي تخص البشرة والجسم. بعدين سويت لي صفحة وبديت اسوق مشروعي، وشوية شوية الحمد لله كبر وتطور. الصعوبات اللي واجهتني انه اني من زوجة وعندي مسؤوليات هواية وعندي طفل، اللي ساعدني زوجي بهذا الشيء نقطة التحول اللي خلتني اصير من ربة بيت الى صاحبة مشروع هو اصراري وطموحي واحلامي ومساعدة زوجي. نصيحتي للشباب والشابات انه لا يصير عندكم احباط من اول محاولة فاشلة، لان هذا عمل بي نجاح وبي فشل، فانتوا استمروا وان شاء الله من تنجحون لا تظلون واقفين عند النجاح وبس، لا طوروا، مدام انتوا تحبون هذا الشيء راح تسوون من لا شيء شيء.